ألغاز صعبة جداً لن يستطيع حلها إلا فائق الذكاء. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضاً من الألغاز الصعبة والشيقة التي لن يستطيع أي شخص التوصل إلى حل مناسب لها بسهولة. كل ما عليك هو الوصول إلى الإجابة الصحيحة في الوقت المناسب حتى تتمكن من تحديد مستوى الذكاء الخاص بك. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. في صباح يوم الأحد تعرضت هذه المرأة الغنية إلى الوفاة. قام رجال الشرطة باستجواب الأشخاص المشكوك فيهم. زوجها قال أنا كنت في الحمام، عامل الحديقة قال أنا كنت أقوم بقص العشب، وكبير الخدم قال أنا كنت أقوم بتنظيف حمام السباحة، وقال الطباخ أنا كنت أقوم بتجهيز وجبة العشاء. من هو الشخص الذي قام بقتل هذه المرأة؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي كبير الخدم، هو من قام بعمل هذا الشيء، وذلك بسبب أن تنظيف حمام السباحة لا يعتبر من المهام الأساسية له. ما هو أكبر رقم تعرفه؟ 10، 100، 1000، مليون، مليار، تريليون، 1 × 15 صفر، كوادريليون، 1 × 18 صفر، كوينتليون، 1 × 21 صفر، سيكستليون، 1 × 24 صفر، سبيتليون، 1 × 27 صفر، أوكتليون، 1 × 30 صفر، نونيليون، 1 × 33 صفر، ديسيليون، 1 × 36 صفر، أونديسيليون، 1 × 39 صفر، دوديسيليون. تعرض جاك إلى الاختطاف، وبعدها طلب الخاطفون مبلغ نصف مليون دولار. قام أخوه جيمس بتجميع المبلغ المطلوب، وبينما كان في طريقه لتسليم الأموال واستعادة أخيه، قام أحدهم بضربه على رأسه من الخلف، وشاهد جيمس هذا الشخص وهو يجري من ظهره، وكان يحمل معه حقيبة يد، وقال إن هذا المجرم كان له شعر أحمر ويرتدي بنطلون جينز أزرق وستر على شكل حرف V لونها أخضر داكن. على الفور قام رجال الشرطة بإلقاء القبض على جيمس. لماذا قام رجال الشرطة بعمل هذا الشيء؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي جيمس قال إن هذا المجرم قام بالجري وكان ظهره مقابلاً للص، فكيف يستطيع جيمس رؤية هذا التيشيرت الذي يرتديه هذا اللص على شكل حرف V؟ من الذي قام بسرقة هذه الأشياء؟ انظر إلى هذه الصورة ومن ثم أخبرني من قام بسرقة هذه الأشياء. أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز.
انتهى الوقت. الإجابة هي الخفاش لا يحتاج إلى كشاف إضاءة، وهذه السلحفات لا تمتلك أسناناً، ما يعني أن الخنزير هو من قام بعمل هذا الشيء. قامت مجموعة من الأشرار باختطافك وحبسك في غرفة يوجد فيها شخصان آخران، أحدهم مكتوب على جبينه رقم 2 والآخر مكتوب على جبينه رقم 3، وبعدها جاء الخاطف وقال إن الرقم الذي يوجد على جبهة أحدكم يعادل مجموع الرقمين الآخرين، كما أنه لا يمكن لكم التحدث مع بعضكم البعض، ولو استطاع كل شخص منكم توقع الرقم الذي يوجد على جبهته سوف يحصل على الحرية. هل يمكنك تخيل الرقم الذي يوجد على جبهتك؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي من المفترض أن الرقم الذي يوجد على جبهتك إما أن يكون الرقم 1 أو الرقم 5، ولكن لو كان هذا الرقم هو 1 لكان من المتوقع أن الشخص الذي يوجد على جبهته الرقم 3 سوف يقول إنه يمتلك الرقم 3 على جبهته، ما يعني أن الرقم الذي يوجد على جبهتك هو الرقم 5، وهذا ما جعل الرجل الذي يمتلك رقم 3 في حيرة من أمره، إما أن يكون معه 3 أو رقم 7، ولهذا ظل صامتاً، ما يعني أن رقم 2 ورقم 3 هم أقل الأرقام ومجموعهم يعادل الرقم 5 الذي يوجد على جبهتك. انظر إلى هذه الصورة بتمعن شديد ومن ثم أخبرني أي من هؤلاء الأشخاص هو الذي سوف يتعرض إلى الوفاة؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي سيتوفى أول شخصين في هذه الصورة، وسيتوفى أيضاً الشخص الثالث بعد أن تسقط الكرة فوقه. انظر إلى هذه الصورة بتمعن شديد ومن ثم أخبرني أي من هؤلاء الأشخاص هو الذي سوف يتعرض إلى الوفاة؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي سيتوفى الشخص رقم B والشخص رقم C. انظر إلى هذه الصورة بتمعن شديد ومن ثم أخبرني أي من هؤلاء الأشخاص هو الذي سوف يتعرض إلى الوفاة؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي
سيموت الشخص رقم سي. في يوم من الأيام ذهبت الملكة إلى السجن وهي في حالة جيدة، وقالت: أنا سوف أخفف مدة عقوبة كل شخص من المساجين إلى النصف. أول سجين كان محكوماً عليه حكم لمدة 8 سنوات، ما يعني أنه تم تخفيف الحكم إلى 4 سنوات فقط. السجين الثاني كان محكوماً عليه بمدة 6 سنوات، ما يعني أنه تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات فقط. السجين الثالث كان محكوماً عليه بسجن مؤبد مدى الحياة، وقالت له الملكة: أنا سوف أخفف عليك العقوبة. كيف يمكن لها القيام بعمل هذا الشيء؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي: يحدث هذا الشيء عن طريق قضاء ليلة في السجن وليلة أخرى خارج السجن، وهكذا حتى يتعرض الشخص إلى الوفاة. في أحد المعامل حدث زلزال خطير ما أدى إلى انتشار أحد الفيروسات القاتلة في الهواء. هذا المعمل يحتوي على 16 غرفة، وكل غرفة متصلة بالغرفة المجاورة لها، وكل الغرف المصابة بالفيروس إلا غرفة المدخل. وعند الدخول إلى كل غرفة يجب عليك الضغط على هذا المفتاح حتى تتمكن من فتح الباب، وعند العبور من هذا الباب لا يمكنك الرجوع مرة أخرى من جديد. كيف يمكن النجاة من هذا الموقف؟ أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. الإجابة هي: يجب عليك الدخول من غرفة المدخل والعبور إلى النهاية والعودة لتدمير كل شيء مرة أخرى من جديد. وصل المحقق آدم إلى المتحف الخاص بالموسيقى الحديثة، وقام أحد اللصوص بسرقة هذا الحذاء الذي يعود إلى واحد من مشاهير الموسيقى العالمية. وبعد مراجعة كاميرا المراقبة إن كل شخص دخل وخرج إلى المتحف كانت يداه فارغتين، ومن الصعب الخروج من هذا المكان دون أن يتم ملاحظة هذه الأحذية. وبعد مراجعة الصور بدقة تمكن هذا المحقق من معرفة اللص. انظر إلى هذه الصورة التي توضح دخول الأشخاص وخروجهم، وحاول أن تكتشف الفرق. أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. انتهى الوقت. أخبرني في التعليقات بالإجابة الصحيحة. انظر إلى هذه الصورة وحاول توقع من هو الشخص الذي سوف يموت قبل الآخر. أمامك 30 ثانية فقط للتوصل إلى الإجابة الصحيحة لهذا اللغز.
انتهى الوقت. أخبرني في التعليقات بالإجابة الصحيحة. هل تمكنت من حل كل هذه الألغاز التي عرضناها عليكم اليوم في هذا الفيديو؟ لو كنت قادراً على هذا الشيء، هذا يعني أنك تتمتع بذكاء كبير جداً، سوف يساعدك على حل الكثير من المشاكل التي تواجهك في حياتك. لا تنسى أن تخبرني في التعليقات بإجابات هذه الألغاز وعدد الألغاز التي تمكنت من التوصل إلى حلها في الوقت المناسب. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.